كولومبيا المغرب، لكن ما كتشوفوا نتوما امامكم بان كاين ديور لاصقين على بعضياتهم وما كاينش واحد التباعد، يعني الديور هنا خصهم ما تكونش بالطريقه هذه. نهار الترشيح تيقولوا لنا غنديروا لكم غنفعلوا لكم غنطركوا لكم غنخدموا لكم ولادكم غنديروا غنفعلوا، حتى شي حاجه ما كاينه من هذا الشيء. لماذا تم استثناء مقاطعه اليوسفيه؟ هذا التساؤل كيطرحوه الفاعلين الجمعوي بمقاطعه اليوسفيه والساكنه. يعني اي مدينه وبالنسبه للسكن اللائق اللي غيقدر يعيش فيه اي مواطن ما كتوفرش عليه سكن مقاطعه اليوسفيه. الامن خصو ينقيد المنطقه هذه من البيع والشراء ديال الحشيش، من البيع والشراء ديال الاقراص وداك الشيء باش تكون شويه العقول نقيه. قطعت اليوسفيه واستثنيت المشاريع الكبرى كما كتشوفوا الاصدقاء بقات على حالها، فضاءات الالعاب جد 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 قليله وما كايناش في بعض الاحياء، الاماكن ديال الاستراحه ديال الساكنه ما كايناش نهائيا. حنا الاستراتيجيه ديال هذا المشروع الكبير ما عرفناش لانه غياب المعلومه ما كاينه نهائيا، المستشارين ديال المجالس المنتخبه ما عندهمش واحد التصور. حاليا المشروع غادي للنهايه ديالو، يعني بقات له واحد العامين ولا ثلاث سنين ولا هذا، ومقاطعه اليوسفيه ما شفنا منها حتى شي مشروع كبير اللي غتستافد منه ساكنه مقاطعه اليوسفيه. مدينه الانوار محسوبه على مناطق اللي باينه واضحه، اما ساكنه مقاطعه اليوسفيه راها مهمشه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. وانتم شفتوا معنا اليوم في هذا الريبورتاج هذا، شفتوا المنطقه كي دايره، شفتوا الناس الساكنه كي دايره، شفتوا الازقاء، شفتوا منتزهات ما كاينش منتزهات، ما كاينش شي بلايص اللي غيلعبوا فيهم الاطفال، ما كاينش فين تطلع هاد الناس هادو، هاد الجيل هذا اللي طالع في هاد المنطقه هذه ما يقدرش يطلع في الرباط. يعني خاصهم يديروا شي حلول، هاد المسؤولين هادو خاصهم يديروا شي حلول لهاد المنطقه، يما يحيدوها بمره يما يصلحوها. حنا مضرورين حدانا الزبل وحدانا الشانطي ما كاينش، بركاسات ما كاينينش، مضرورين بزاف. الله يجازيكم بخير المسؤولين، اللي مسؤول يتكلف بينا بان نحن راه مضروري رعينا ما نهضروا عينا ما نهضروا عينا ما نهضروا، حتى واحد ما استجاب لنا ديك الهضره ديالنا. الله يجازيكم بخير، عندنا الزباله، ولادنا الناموس، وحنا مراد فينا السكر، الا بغينا غير ندوزو ولا لا بيلانس جيت هزنا ما عندناش من غتجي لا بيلانس دوز هزنا. اسعاف ما كاينش من ندوز، شعلت شي عافيه ما عندناش من غدوز رجال المطافي. حنايا راه عينا ما نشكيو وعينا ما نهضروا، ما تدافع فينا حتى شي واحد، تنتمناو من مسؤولين يشوفوا لنا شي حل. نتواجد الان مع من النسيج، هذا المعمل ديال النسيج اللي كان كيشغل المئات ديال المواطنين من ساكنه مقاطعه اليوسفيه. وكما كتعرف الساكنه والمواطنين هنا كما يعرف حي الصناعي بمقبره ديال الشركات الحي الصناعي. باش كنقول مقبره ديال الشركات الحي الصناعي اي ما اقول هي انه ازيد من 80 شركه ولا حتى 100 شركه كلهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، يعني كلهم مهجورين. تساؤل كطرحوه كفاعل جمعوي للسيد والي اليعقوبي، الى السيد رئيس جامعه الرباط، الى رئيس الجهه، الى وزاره التشغيل والصناعه، الى متى هذا العبث؟ هذا العبث هذا اللي كيضروا من المواطنين، خاصهم يعرفوا ان الاف المواطنين كانوا من هنا كان هذا القوت اليومي ديالهم، فاذا بهم الشركات مهجوره. التساؤل اللي كنطرحوه دائما علاش هذا الشيء، علاش هذه الشركات بحال هكا؟ علاش ما كاينش الحل؟ اللي واخدين على التقدم لان عدم العمل. احنا عندنا حي صناعي في الحومه ديالنا وما خدامه حتى شركه تقريبا، كله حبس. هذا هو اللي كاين، الدراري مساكن ما تيلقاوش شي يخدموا تيتجهوا للاجرام، النص فيهم مساكن عندهم وسخ في الاوراق ديالهم، حتى تيخرجوا كاع من الحبس وتيبغيو يخدموا ما تيخليهمش يخدموا. كاين اشياء اليوم اللي تيتعرضوا لهم مساكن في سميتو، هذا الشيء اللي كاين. انا كنهضر على هذه البلاصه، الزبل شويه داير لنا حاله، بغينا شانطي يدوز لينا من هنا، فين يلعبوا لنا الدراري الصغار، فين حنا نخرجوا، فين حنا نشوفوا بعينينا الشاطئ، حنا ندوز لابيرانس من هنا ما كنلقاو منين ندوز، الا مرات شي حد ما تلقاو منين نسلكوه، الا مات شي واحد ما تنعرف ما تنلقاوش منين ندوكزوه. هذا الشيء راه ماشي معقول، راه حنا بغينا حنا شانطي يدوز لينا في جنب الدار، الا مرات شي واحد وجات لابيرانس نصيبو كندوكزوه، الا مات شي واحد نصيبو كيفاش نديوه للروضه. هاد البنيه كانوا تيعاودوا تابوا الغدر كانوا تيعاودوا فيها، ودابا كملوا ديك الطاشر والدول
ما كاينش الحق على حقك وكان الحق على حقك. هذا ما غاديش يطول حيت ما عندو بيبان ما عندو واش عن توا كوا تكمل. علاش هاد الشيء ما يمكنش؟ خاصة الناس تراقب على هاد الشيء وتشوف المظلوم وتشوف الجيعان وتشوف العطشان. أنا بالله القسم للباشا ضرب فوق من البراكاري بعض باشا راه مات. قلت له قال لي غادي تاكل خبز. قلت له والله خبز زين هذا ها هو فينا والتراكسات ذيك ولينا هاربين احنا عبر لينا ما نحنا عبر 60 عطار وعشرين عام وحنا تماك. كان لي ضاع في مليون، كان لي ضاع في جوج، كان لي ضاع في شلة تاع المال ومشى كل شيء مشى حفاظ حلال. انا تاجره في المارشي ودابا السوق ديالنا دا 50 وحنا كنتسناو تصايب لينا ما صايبوش لنا. كنعانيو بزاف في هذا المارشي ديال حمام الفطواكي. حنا دابا ما تنبيعو ما تنشريو في هذا الحجر الصحي ما كنبيعو ما كنشريو. خاصنا يصايبوا لنا المارشي 50 وانا والوالد ديالي ما كنبيعو ما كنشريو. بغيناكم تصايبوا لنا المسؤولين ان شاء الله المارشي ديال حي النهضه راه حنا عا جالسين. الله يجازيكم بخير صايبوا لنا المارشي ديال حي النهضه. الازقه اللي بقات من السبعينات وهي بحال هكا ما كايناش واحد الاستراتيجيه ولا شي حاجه اللي غتفك هذه العزله على المواطنين. الصوره راه واضحه قدام الجميع يعني ما تحتاجش شي تعليق ولا شي حاجه. راه كتشوفوا الازقه كيفاش ضيقه ما كاينش شي استراتيجيه. في عهد الوالي السابق كنا كنسمعوا معلومات وكنقولوا ما ربما غتكون شي حاجه لكن اليوم ما كاين حتى حاجه ما عارفين حتى حاجه لانه دابا الساكن كطرح واحد التساؤل واش نصيب الرباط الانوار بهذا الما كنسمعوا واحد المبلغ ضخم ديال 1000 مليار اللي كتعاود بمدينه الرباط وكيجيو لهنا المقاطعه التسويفيه كيعطيو الفتات فقط. بعض الشوارع اللي تصلحات لكن داخل الاحياء الشعبيه راه ما كاين حتى حاجه. والمنتخبين حنا وعود كنسمعوهم من زمان يعني هاد المنتخبين هادو راه ما داروا حتى شي حاجه لهاد المنطقه هادي. مجرد انهم اي واحد تيطلع كيترشح وتينجح تيشوف المصالح ديالو ما كيشوف المصالح ديال الساكنه. على مدار سنوات يعني هاد المنطقه هادي وهي هكا ما كاينش شي تغيير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.